صباح السعادة والخيرات، بلغ إلى معالي النائب العام في المدعوة فدوى مواهب. دي واحدة منتحلة صفة مدرسة أو داعية على حسب معلوماتي، مخرجة بتاعت كليبات سابقة، بتتهم كل الآباء والأمهات المصريين بالانحرافات الجنسية ومرض غرام الأطفال الذي قد يعرض الفتاة المراهقات للتحرش أو الاغتصاب من الأم أو الأب داخل الأسرة. السيدة دي اللي معرفش بتدي دروس فين، الله أعلم، بس بتذاعها على الهواء، وده حزمة من جرائم تقنية المعلومات. بتقول للبنات الصغيرة المراهقات إنه ما ينفعش تلبسوا بيجامة بشورت في البيت قدام بابا وماما في عز الحر ده وفي عز تخفيف الأحمال. الحقيقة يعني الشرح اللي بتقوله بيرجع لفكرة انه العورة وتحميل البنت الصغيرة عبء الجسد، وانها محتاجة تحمي ده حتى من ابوها وامها. مين بقى يا ترى الأستاذة فدوى مواهب اللي الأستاذة نهاد أبو القمصان الحقوقية الكبيرة طلعة بتقدم فيها بلاغ للنائب العام على مرأى ومسمع من الناس؟ هل الأستاذة فدوى مواهب بتقدم أعمال منافية للآداب خادشة للحياء؟ فالأستاذة نهاد أبو القمصان ربنا يبارك فيها طلعة تقدم فيها بلاغ للنائب العام، لأن ما ينفعش إن احنا نقدم المحتوى ده لأبنائنا ولنسائنا في البيوت. لا، هل الأستاذة فدوى مواهب دي رقاصة مثلا فالكليبات بتاعتها أو الفيديوهات بتاعتها لا تليق؟ لا. أمال مين الأستاذة فدوى مواهب وليه الأستاذة نهاد أبو القمصان زعلانة منها قوي كده وبتقدم فيها بلاغ للنائب العام؟ الأستاذة فدوى مواهب في فترة من الفترات كانت بتشتغل في الفن، كانت مخرجة أو كانت ممثلة. في التوقيت ده الأستاذة نهاد أبو القمصان ما عملتش ضدها أي محضر من المحاضر، لأن احنا طبعا بيشوف الفنانات في مشاهد الأحضان والقبلات وكل المشاهد التي لا تليق، وما سمعناش ان الاستاذة نهاد ابو القمصان عملت محضر ضد اي واحدة فيهم. كانت بتشتغل في فترة من الفترات عارضة ازياء وبرضه ما عملتش فيها اي محضر من المحاضر. طب ليه زعلانة منها؟ لما تابت الاستاذة فدوى مواهب عن الفن وعن ان هي تبقى عارضة ازياء، وفضلت ان هي تقدم يعني فيديوهات تربوية، وارتدت الحجاب تقدم فيديوهات تربوية لأبنائنا وأطفالنا الصغار. وبفضل الله سبحانه وتعالى في فترة قليلة جدا انتشرت واشتهرت على السوشيال ميديا، وناس كتيرة جدا بتسأل عن المكان اللي بتقدم فيه المحاضرات علشان يودوا الأولاد هناك. بعيدا عن الأسلوب، بعيدا عن الطريقة، بعيدا عن بعض الأخطاء، الأستاذة نهاد زعلانة إن الأستاذة فدوى مواهب بتوجه رسالة للأمهات ازاي يربوا البنات ويعلموهم يعني ايه عورة، علشان ما تبقاش الام بتشارك البنت في شيء سيء او في شيء محرم. لان المفروض كل اب وكل ام، انا كاب المفروض اعلم اولادي الذكور، الحمد لله انا عندي بنات، اعلم اولادي الذكور يعني ايه عورة، ومين من حقه انه يطلع على العورة دي ومين مش من حقه انه يطلع عليه. والعجيب والاجمل من كده ان في درس موجود في الصف الرابع تقريبا او الصف الخامس بيكلم البنات والابناء امتى ومين اللي من حقه اللمس، مجرد اللمس او بمجرد انه يقرب من جسم الولد او البنت الصغيرة. كل اللي اتكلمت فيه الأستاذة فدوى مواهب ان في حاجة اسمها عورة عند البنات، حتى لو كانت قدام الام، حتى لو كانت قدام البنات اللي زيها، يعني في عورة مخففة وعورة مغلظة. ازاي انا كبنت المفروض، هي بتقول كده، يعني المفروض ان انا قدام امي او اخواتي في عورة ما ينفعش حد يطلع عليها وهي من الركبة الى السرة، واحنا نعلم بناتنا كده، الام تعلم بناتها كده ان ده ما ينفعش انها تظهره قدام الاخت او قدام الام او قدام اي حد الا لضرورة شرعية. لا، اخطأت وقامت الدنيا ما قعدتش كده. بتعلم بناتنا ايه؟ بتعلم بناتنا حاجات غلط خالص، وكده بتربي البنات وبتربي ابنائنا على حاجات منافية للطفولة،
والدول في مرحلة من مراحل الطفولة وهي بتقتل الطفولة جواهم. ازاي ده 80-90% من امهاتنا و90% من ابائنا علمونا كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا بداية الخصوصية وبداية ان انا اعلم بنتي واعلم ابني يعني ايه عورة ويعني ايه محدش يطلع عليها ويعني ايه لمسة ممكن يتعرض لها ابني او بنتي وتكون لمسة غير سليمة وغير صحيحة. وده اللي وزارة التربية والتعليم عاملاه وبتقدمه، وده اللي كل اب وكل ام وكل مؤسسة محترمة تتكلم عنه. لكن الاستاذة نهادة بالقمصان لا زعلان، ازاي ان الاستاذة فدوى مواهب تقول كده حتى وان اخطأت؟ لا، بتهاجمها علشان بتتكلم عن ستر العورة. وازاي نتكلم عن ستر العورة وازاي نربي بناتنا على ستر العورات وعلى الحياء؟ وكل ام دورها ايه؟ هل الاستاذة نهادة بالقمصان قدمت بلاغ للنائب العام ضد الفنانة منى زكي في المشهد المعروف اياه امام الكاميرات، المشهد اللي اتعرض قدام كل الناس، قدمت محضر او بلاغ ضده؟ لا، دي اسمها حرية شخصية وده اسمه ابداع وده اسمه فن. هل هي نفسها قدمت اي محضر ضد فنانة بتقبل القبولات او الاحضان او المشاهد اللي فيها عري؟ قدمت محضر ضدهم؟ لا. هل هي نفسها ارتدت الحجاب؟ لا، حرية شخصية. طب المكياج والتزين على الرغم انه ممنوع؟ لا، بالنسبة لها حرية شخصية. طب طالما حرية شخصية وانتي ما بتهاجميش الفئة دي من الناس، لا بتهاجمي غير المحجبة ولا بتهاجمي اللي بتقدم محتوى فاسد او محتوى لا يليق لا بالدين ولا بالآداب العامة، يبقى مش من حق حضرتك انك تقدمي بلاغ ضد الأستاذة فدوى مواهب لأنها بتتكلم عن ستر العورات. أصبح عندنا كل ما هو يؤدي إلى التدين، يؤدي إلى الالتزام، يؤدي إلى الاحترام، بقى بيهاجم. أما أي حد بيهاجم السنة، بيهاجم الحجاب، بيهاجم النقاب، بيهاجم أساس وثوابت الدين، بيرحب بيه على جميع القنوات الفضائية. شكرا أستاذة فدوى مواهب، ربنا يوفقك ويعينك، وربنا يا ربي يعني يكرمك بمجموعة من العلماء يساعدوك ويقدموا ليك كل المطلوب حتى تعلمي الأبناء الأدب والأخلاق والحياء، وربنا يوفقك.